يا ماما يا ماما، انا سمعت على حاجة اسمها جدر القردة. يعني ايه يا ماما جدر القردة ده؟ هو ده ايه؟ ده مرض ده؟ انا مش فاهمة يا ماما. أيوة يا حبيبتي، أنا هقولك إيه هو جدر القردة ده. إمبوكس الذي كان يعرف من قبل بجدري القردة هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القردة، وهو نوع من جنس الفيروسات الجدرية. طب يا ماما، أنا عايزة أعرف هي العدوى بتتنقل لنا إزاي؟ يعني مثلا أنا ما بمسك قرد مثلا، أو بروح ببقى يعني أنا لو رحت جنينة الحيوانات أتعدي من القرد يعني، ولا إيه؟ أنا مش فاهمة. لا يا حبيبتي، الموضوع مش كده، مش العدوى مش بتيجي من القرود. انا هقول لك دلوقتي العدوى بتيجي منين. ينتقل جدر القردة من خلال المخالطة القريبة لشخص مصاب به، او ملامسة مواد ملوثة او حيوانات مصابة بالعدوى. ويمكن ان ينتقل فيروس امبوكس او جدر القردة اثناء الحمل الى الجنين او الى الوليد اثناء الولادة او بعدها. ينتقل جدر القردة من شخص إلى آخر بشكل رئيسي من خلال المخالطة الوثيقة لشخص مصاب به، بما في ذلك أفراد المنزل الواحد. وتشمل المخالطة الوثيقة التلامس الجلدي مثل اللمس أو ممارسة الجنس. ويمكن أن تشمل أيضا المخالطة وجها لوجه مع شخص مصاب بالإمبوكس أو جدر القردة، بمعنى التحدث أو التنفس بالقرب من شخص آخر، مما قد يولد جزيئات تنفسية معدية. ويزداد خطر الإصابة بجدر القردة لدى الأشخاص الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون، يعني اللي متجوز أكثر من واحدة يعني. ويمكن أن يصاب الأشخاص بالإمبوكس أو جدر القردة من الأجسام الملوثة مثل الملابس أو البياضات، أو عن طريق إصابات بالإبر في مرافق الرعاية الصحية، أو في بيئات مجتمعية مثل صالونات الوشم. وقد ينتقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان عبر الحيوانات المصابة التي تنقله إلى البشر عن طريق العضات أو الخدوش، أو أثناء ممارسة أنشطة مثل الصيد أو السلخ أو نصب الفخاخ أو الطهي أو أكل الحيوانات. ايه هي بقى أعراضه عشان أبقى عارفة، وإزاي أقدر أحمي نفسي من إني أتعدي؟ تشمل أعراض إمبوكس الشائعة الطفحة الجلدية أو لآفات المخاطية، التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد الليمفاوية. إذا كان فيروس إمبوكس ينتشر في منطقتك أو في مجتمعك المحلي، تحاور بانفتاح مع من تخالطهم بشأن أي أعراض قد تكون لديك أو لديهم. تجنب المخالطة الوثيقة لأي شخص مصاب بإمبوكس بما في ذلك الاتصال الجنسي. واظب على تنظيف يديك بالماء والصابون أو بمطهر كحولي لليدين. وإذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا بإمبوكس، فيمكنك التحرك لحماية الآخرين من خلال التماس المشورة الطبية وعزل نفسك عن الآخرين حتى يتسنى إجراء تقييم واختبار لك. أما إذا كنت مصاباً بإمبوكس، ينبغي لك أن تعزل نفسك حتى تتقشر كل آفاتك وتتساقط القشور وتتكون طبقة جديدة من الجلد تحتها. واتبع تعليمات السلطة الصحية المحلية بشأن العزل في المنزل أو في مرفق صحي. ويجب طهي جميع الأغذية التي تحتوي على لحوم أو أجزاء حيوانية طهيا جيدا قبل تناولها.